بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Computer and Online Essentials، محاضرة الخامسة. Computer and Online Essentials هو منهج Digital Employee أو الموظف الرقمي. تكلمنا في فيديوهات سابقة عن يعني إيه Computer Essentials. المحاضرتين اللي فاتوا تكلمنا عن Online Essentials. Online Essentials أو أساسيات الإنترنت بنتكلم عنها حاجتين، براوسنج وكوميونيكيشن. الجزء اللي فات او المحاضرتين اللي فاتوا او الفيديوهين اللي فاتوا اتكلمنا فيهم عن البراوسنج نظري وعمل. الفيديو ده عن الكوميونيكيشن، الاتصال، اتصال الاشخاص ببعض. براوسنج كان عبارة عن اتصال الاشخاص بالاجهزة التانية او بويب سايتس تانية. يبقى اتصال حضرتك بويب سايت او اتصال حضرتك بجهاز كمبيوتر اخر غير الجهاز اللي حضرتك موجود عليه، ده اسمه براوسنج. النهارده بنتكلم عن الكوميونيكيشن، الجزء الثاني من كمبيوتر اونلاين اسينشلز. كوميونيكيشن اتصال حضرتك باشخاص تانية، اتصال الناس ببعض بدا وتطور تطور رهيب طبعا لغايه ما وصلنا حاليا لابلكيشن كتير جدا. البدايه كانت مع الايميل، الايميل البريد الالكتروني، البريد الالكتروني اللي بيتكون من اليوزر نيم وبعدين ات، علامه الات او ات سيجنال، وبعدين الدومين نيم. ايا كان الدومين نيم ده انت حاطط حضرتك الايميل بتاعك على ايه. طيب الشكل اللي قدامي ده هو شكل الايميل، شكل قريب ممكن نقوله قريب من الاوتلوك. عندي هنا قوائم في الاكونت اللي قدامي دوت. الاكونت دوت لازم ابقى واخد بالي ان انا واقف هنا عندي دوت الميل بتاعي، وليكن مثلا شبه الاوتلوك انبوكس، ودي فيها الرسائل اللي انت حضرتك وصلت لك. الاوتبوكس اللي حضرتك الرسائل اللي حضرتك بعتها، والسند ميل دي الرسائل اللي احنا بعتناها فعليا، وديت اللي بعتناها ولسه ما وصلتش. الديليت ايتم الرسائل المحذوفه، الدرافت الرسائل اللي حضرتك كتبتها وما بعتهاش لحد، الجانك ميل او البلوك ديت الرسائل اللي حضرتك غير راغب في قرايتها، الفولدر اللي حضرتك عاملها زي الفولدرات اللي فوق ده. طب عندي فوق هنا في منيو اسمها منيو بار، فايل واديت وفيو وتولز ميلز وهيلب، وعندي اوامر موجوده عندي هنا اسمها كوماند بار، اسمها كوماند بار. تمام الاوامر. طيب لو انا بصيت كده، انت حضرتك بتفتح ايميل بيبقى عندك شخص، لو انت عايز تضيف شخص بيبقى في الكونتاكت ليست. لو انا مثلا رحت للكونتاكت ليست دي كده اللي هي البيبل، فعادي عندي كل الاشخاص اهو. لو انا عايز اضيف شخص جديد اروح لمانج ادرس وابدا اكتب الاسم ده، وليكن ده هنا خالد، علي، وهنا هكتب الميل بتاعه اللي هو خالد علي at، ده اليوزر نيم وده at mydecor.com. ده ايه؟ ده الميل بتاعه. وليكن مثلا وليكن لي موبايل 019، وليكن ده رقم موبايل، وقلنا نيو، يبقى انا ضفت الشخص ده جديد عندي في الادرس بار، دستو في الادرس بوك انا اسف. تمام؟ طيب اوكي، يبقى انا بعمل الايميل او عندي ايميل عشان اراسل الناس. فاول حاجه يكون عندي كونتاكت ليست اشخاص موجوده عندي. تمام، اقدر اعمل نيو من كونتاكت ليست. طيب اولا كده انا عندي كرييت نيو ميل، كرييت نيو ميل، هنا هعمل ميل جديد، كرييت نيو ميل جديد، هعمل ايميل جديد، مسج جديده، هدوس عليها كده ويفتح لي صفحه قدامي اللي هي عباره عن المسج نيو ميل. عايز تبعت لمين؟ فأول حاجة عندك هنا تو المرسل إليه. طب مين المرسل؟
المرسل حضرتك الاكونت بتاعك ده اللي من خلاله حضرتك هتبعت ايميل، يبقى تو الشخص اللي انا هبعته. وليكن مثلا هنا هكتب at my at، طبعا شيفت 2، ده كده الشخص المرسل اليه تو. السي سي الشخص اللي هو نسخه طبق الاصل من الرساله هتجيله، يبقى التو هتجيله الرساله دي، والسي سي شخص برضو هيبقى نسخه طبق الاصل ما بينه هيجيله نفس الرساله دي. الفرق ما بين الاثنين، ما بين التو وما بين السي، الفرق ما بين التو وما بين السي هي عباره عن بروتوكول بس. بروتوكول ان التو ده الشخص اللي انا هيقوم بالمهمه في البروتوكول بتاع الشركات، التو الشخص اللي هيقوم اللي انا المرسل بعت له يعمل المهمه التاسك دي، والسي سي هو الشخص اللي فوضني ان انا ابعت للناس التاسك دي. تمام، ده بروتوكول. طب وفي فرق تاني، في فرق جوهري طبعا. التو التو لازم يكون فيها شخص، لازم اكون كاتب فيها، والسي سي ممكن اكتب شخص وممكن ما اكتبش خالص، ممكن اكتب 1000 شخص وممكن ما اكتبش خالص واعمل سنت هتروح الرساله. انما التو ما ينفعش ابعت رساله وما فيهاش حد في التو، لازم هنا على الاقل شخص واحد، على الاقل ايميل واحد يتكتب. طب لو انا عايز اكتب اكتر من ايميل اعمل ما بينهم علامه سيمي كولم اللي هي مكان اللي هي كاف سيمي كولم ديت، دي كده لو هكتب شخص تاني في التو، والسي سي شخص برضه هتجيله نفس الرساله، ولما تجيله الرساله هيشوف ان الرساله مبعوته له ومبعوته الى الشخص ده. البي سي سي هو عباره عن شخص غير مرئي، شخص غير مرئي حضرتك دوت بيبقى الهاي بوزيشن اللي كلفك ان انت تبعت للناس، او كلف اللي كلفك كمان اللي بالشخص اللي ايه يبعت له. يعني مثلا لو دوت هنا ده كده حضرتك المحاضرين، وده مدير التدريب بعت لحضرتك قال لك جمع لي كل المحاضرين. فحضرتك دلوقتي الشخص المكلف اللي كلفك بدوت مثلا ده مدير التدريب، وحضرتك واحد من المحاضرين وبعت لكل الناس المحاضرين هنا، يبقى هنا كل المحاضرين، وهنا مدير التدريب، وهنا مدير المركز، وهنا مدير المركز. لو هكتب سبجكت مثلا يعني ميتنج، او ممكن نقوله اونلاين ميتنج، يفضل ان اول حرف يكون في السبجكت من كل كلمه يكون كابيتال، وبعدين هنا هبدا اكتب الايه الرساله بتاعتي. في البداية تقديم، وبعدين تبدأ تكتب نص الرسالة. طيب احنا ممكن نكتب هنا حرف البي ام، وبعدين هكتب في الاخر خالص اللي هو ازاي اقفل الرساله. هنا بتكتب ثانكس او بتكتب ريجولرز، او بكتب ثانكس الوت او الوت اوف ثانكس حضرتك بتكتب، وبعدين بتبدي حضرتك باسمك. ده مش ما بيكونش اللي انت بتكتبه دوت، ده توقيع مش توقيع الكتروني. لو حابب مثلا عندي هنا ادوس سند فابعت الرساله، برنت هطبع الرساله، كوبي وكات وبيست، اندو هرجع، سبيلنج شيك هيقول لي في عندي خطا املائي ولا لا. طبعا انا كان عندي هنا خطا بس طبعا هو ما شافوش. اتاتشمنت لو عايز ارفق حاجه، فلو دوست على اتاتش كده هضيف فايل او ملف جديد عندي، وليكن مثلا الملف ده الصوره ديت، واقول له اوبن، فبقى عندي الملف كده متضغط. يبقى عندي كده رساله كتبتها لشخص، فهمنا عن ايه سي سي وبي سي سي وسبجكت واتاتش لو عايز اضيفه، وممكن كمان الرساله دي تروح للشخص باهميه عليا هاي برايورتي او فيري امبورتنس. تمام، دلوقتي هقول له سند، كده انا بعت الرساله دي، بعت الرساله، الرساله مبعوته له والاهميه عليا. تمام، والرساله ديت لسه ما وصلتش للشخص ده، لسه ما وصلتش للشخص ده.
تمام. طيب اقدر اعمل هنا ايه تاني؟ اقدر اعمل ايه تاني؟ انا طبعا فهمت يعني ايه create mail، تمام، وفهمت يعني ايه ان انا ابعت رسالة تكون باهمية عظمى، ويعني ايه الرسالة دي تكون فيها التاتش. طيب انا عندي هنا في الدرافت، المسودات، الرسائل اللي في المسودات دي، رسائل عندي في المسودات. لو فتحت اي رسالة من الرسائل اللي جاية لي في المسودات ديت، ولتكن مثلا ديت، اقدر افتح الرسالة ديت اللي انا لسه ما كملتش قرايتها او ما كملتش الرسالة بتاعتها. وممكن هنا زي ما انت شايف تقدر حضرتك تضيف لها هاي بريورتي. انا كده الرسالة ديت اصلا كاتب انا هبعتها لمين، بس انا ما دوست السند، لسه في حاجة عايز اعملها. وليكن مثلا ان انا عايز اضيف ملف، هقول له ايه اتاتشمنت ملف ده مثلا، واقول له اوبن، تمام، ادي الرسالة ايه بقى اتضاف فيها اتاتش مرفق، اقول سند، كده انا بعت رسالة راحت من الايه الدرافت اللي عندي، راحت من الدرافت اللي عندي. طيب لو فتحت الرسالة التانية، لو رحت للرسالة التانية، تمام، الرسالة التانية ديت فتحتها، تمام، وعايز مثلا اعمل سبيلنج شيك زي ما قلنا، عايز اعمل هاي بريورتي، واقول له سند، تمام. طيب اقدر اعمل ايه تاني هنا عندي في في الايميل بتاعي؟ الايميل اتفقنا ان عندي في الانبوكس، عندي ادي الرسائل بتاعتي، الرسائل اللي موجوده عندي ديت، الرسائل دي كلها كده اقدر، انا جات لي رساله اقدر اعمل لها رد. احنا اتكلمنا في كرييت ميل، اقدر اعمل رد، اقدر اعمل فورورد، يعني ايه فورورد؟ تمرير، وليكن مثلا الرساله الاخيره دي وقفت عليها، اقدر ادوس فورورد، فهيظهر عندي. ايه الفرق ما بين ريبلاي وريبلاي اول وفورورد؟ الفرق ما بينهم دلوقتي، انا الرساله دي اللي جايه لي، تمام، ممكن تكون جايه لي انا وجايه لاشخاص كمان، جايه لي من مين؟ من شخص مثلا اللي هو خالد. خالد ده بعت لي رساله وبعت لاشخاص ثانيه، لو بعت ريبلاي يبقى انا هرد على خالد، لو بعت ريبلاي تو اول يبقى هرد على كل الاشخاص اللي موجوده في الرسائل، كل الاشخاص اللي بعت لهم خالد، يعني بعت لي انا وبعت ال 10 تانيين، فانا لما هعمل ريبلاي يبقى هرد، مين اللي هيشوف الرد؟ خالد بس. لو بعت ريبلاي تو اول يبقى 11، خالد وال 10 التانيين. فورورد يبقى انا همرر الرساله لواحد بره المنظومه دي، بره ال 10 دول، شخص جديد. وليكن مثلا انا هفتح الرساله اللي هي الاخيره ديت، تمام، وادوس على بعد كده فورورد. لا، انت وانت من بره كده تقدر تدوس فورورد، فيجيبها لي على طول على تو، لان انت هتمررها لشخص مش موجود في الرساله، فهدوس على تو، اكتب على طول الرساله دي عايز ابعتها لمين، تمام، اللي جايه لي من خالد. طيب لو انا وقفت وعلمت، تمام، لو عملت دبل كليك من جوه برده في ريبلاي وفي ريبلاي تو اول وفي فورورد، فانت عايز تعمل ايه؟ الرساله مفتوحه اهي، عايز اعمل فورورد. فبص بقى الرساله بشكل جديد دلوقتي، هنا لو انت عايز تكتب نص جديد او عايز اكتب لمين بقى هبعتها، هبعتها لمين؟ بص هنا بيقول لي اف دبليو، يعني فورورد لي فورورد الرساله اللي اسمها فورنيتش. هقف هنا واكتب، وليكن مثلا انا عايز ابعتها لشخص ما اتبعتلوش الرساله قبل كده او ما جاتلوش او عايز اوريها له، لارف مثلا at mydecor.com، تمام، ادي الرساله. وكمان ممكن اعمل له ايه؟ اكتب كلام هنا، هقول له ايه؟ بليز طبعا نكتب البي كابيتال اول كلمه المفروض، يعني دي اسمها ايه؟ تكست او سنتس كيس، يعني اول حرف من الجمله كابيتال. مش انت قلت لنا من شويه ان احنا نكتب كل حرف كابيتال في اول كلمه؟ لا، كل حرف كابيتال في عنوان السبجكت المفضل يعني، تمام. طيب انا كتبت دلوقتي فورورد وعملتها، اقدر دلوقتي اعمل ايه؟ سند للمسج. يبقى فورورد والبري لازم اعمل سند، تمام. طب لو انا عايز اعمل ريبلاي يبقى هكتب، خلي بالك لو هقف هنا وهدوس ريبلاي، بص بقى في ريبلاي ايه اللي حاصل؟ ريبلاي دلوقتي موجود
انا هعمل ريبلاي من كتبته، لا لان انت هترد على الشخص اوريدي مكتوب، وابدا اكتب هنا النص اللي انا عايزه، وبعد ما اخلص اعمل سند. تمام، يبقى عندي كرييت وريبلاي وفورورد وريبلاي تو اول، وطبعا اقدر اعمل ديليت، اختار الرساله واعمل لها ديليت، واقدر اعمل ريفرش، واقدر ادوس على كونتاكت ليست وابدا في الكونتاكت ليست. اعمل ايه في الكونتاكت ليست؟ اقدر اضيف شخص زي ما ضفنا شخص من شويه، واقدر اعمل فايند. يعني ايه فايند؟ سيرش جوه الميل بتاعي كده، انا عايز ادور على حاجه معينه، فادوس على فايند، فتح لي فايند، فاكتب هنا مثلا وليكن مثلا هكتب اسم الرساله اللي انا عايز ادور عليها، انا مش فاكر هي كانت انهي رساله، فدوست سيرش فجاب لي الرساله اهي، تقدر تفتحها وتبص عليها، وبعدين بعد ما تشوف اللي انت عايزه منها تقول له كلوز، وكمان تقدر ترجع شكل الانبوكس للشكل اللي انا ادوس كلير سيرش فترجع تاني الشكل الاولاني. طيب عايز اعمل ريموف لاي رساله، اعمل ريموف لاي رساله زي ما قلنا، هقف عليها واقول له ديليت. طب ديليت دي هتروح فين؟ هتروح للديليت ايتم، وليكن مثلا اول رساله ديت انا دوست عليها ودوست ديليت، راحت فين؟ راحت للديليت ايتم. عايز ارجعها للانبوكس، هي جايه لك منين اصلا؟ انت عمل لها ديليت منين؟ من الانبوكس. هقف عليها كده كليك يمين ريستور تو انبوكس، رجعت تاني للانبوكس. تمام. طيب في الاوت بوكس لو انا وقفت على دي وعملت ديليت، راحت فين؟ في الديليت اهو، وانا في الديليت كليك يمين ريستور للانبوكس، ريستور لمين؟ للانبوكس. طب هي كانت جايه منين؟ من اوت بوكس، يبقى اختارها كده واسحبها واعمل لها دراج لمين؟ للاوت بوكس. اسحب ودراج، اسحب ودراج، ده لو عايز اعمل موف للرساله. جميل. طب انا دلوقتي عندي هنا في الانبوكس في هنا الرسائل جايه لي منين؟ فروم، اسم الرساله، عنوان الرساله، وهنا السيرش او الديت، الديت ريسيفت جايه لي من مين؟ جايه لي امتى؟ جايه لك دلوقتي لو بصينا كده جايه لي في التاريخ ده. طب التاريخ ده مترتب حسب ايه؟ يعني احدث رساله فوق ولا اقدم رساله تحت؟ احدث رساله تحت، احدث رساله تحت، يبقى الترتيب ده تنازلي ولا تصاعدي؟ تصاعدي يعني من الصغير للجديد للقديم، يعني من الاحدث للاقدم والعكس. لو انا دوست هنا كليك واحده شمال يبقى انا رتبتهم كده منين؟ بص السهم الفوق يبقى من الاحد، من الاقدم للاحدث، من الاقدم للاحدث. لو دوست عليه كده تاني السهم بقى لتحت، يبقى من الاحدث للاقدم، يبقى من الاقدم للاحدث السهم لتحت، ومن من الاحدث للاقدم السهم لتحت، ومن الاقدم لاحدث تبقى السهم لفوق. يبقى اقدم حاجه فوق دي السهم لفوق، احدث حاجه فوق يبقى السهم لتحت. تمام. طيب لو رحنا دلوقتي ان انا عايز اخفي واحد من دول، اخفي اي واحد من دول من فيو، فاكرين فيو كولوم، انا عايز الغي ايه؟ الديت ريسيفت، هدوس عليه كده واقول له اوكي، بمقاس ظاهر عندي، عايز اظهره تاني من فيو كولوم، وادوس عليه علامه صح فبقى موجود عندي. تمام. يبقى من امر فيو اقدر اعمل بلوك كولوم واقدر ايه احرك. طيب من قائمه ايديت نقدر نعمل ايه؟ نقدر نعمل كوبي لاي رساله، اقدر اعمل فايند زي ما دوسنا من هنا فايند، نقدر نعمل موف زي ما عملنا من شويه. يعني مثلا لو اخترت رساله زي ديت وهقول له من ايديت موف تو فولدر ويقول لي انهي فولدر وابعتها لي. طيب من قائمة فايل زي ما شفنا كده أقدر أعمل نيو وأوبن، نيو إيه؟ نيو ميل، نيو ميل، نيو ميل، يعني هعمل رسالة جديدة زي ما كتبنا من شوية وعملنا الرسالة وعملنا لها سند، أو كرييت ميل من هنا. يبقى من فايل نعمل نيو، نعمل نيو ميل، أو نعمل نيو كونتاكت، أو مجموعة من الأشخاص أعملهم جوه جروب ديسكريبشن، ديسكريبشن ليست أو قائمة بريدية، ونقدر نعمل اوبن واتاتش اديت، نقدر نعمل كوبي، ونقدر نعمل نخلي الرساله دي مقروءه او غير مقروءه. بمعنى لو انا عايز رساله الرساله دي كلها مقروءه، عايز اخليها غير مقروءه، وقفت على الرساله ديت ومن اديت اخليها ايه مارك اد ان ريد، بقت مقفوله وباللون الاحمر الرساله دي، ادوس على اديت مارك اد ريد بقت عادي جدا اهي. طيب لو دوست على ديت هقف كده اديت مارك ادريد ومارك انريد، ادريد لان هي اصلا ريد يبقى خليها انريد باللون الاحمر. طب مارك اول انريد يبقى كلهم باللون الاحمر ومقفولين، مارك
all red. ومن view اتفقنا نقدر نغير نظهر الكولوم او نخفيه. خلي بالنا من السؤال ده، view كولوم وعايز تخفي ايه؟ فور. view كولوم ونظهر الفور، اقول له اوكي تمام، او الديت ريسيفد او السبجكت تمام كده. طيب عندي تاني برضو، انا قلنا يعني ايه نعمل لها الريد، يعني ايه ان ريد، ممكن كمان نخليها فلاج. يعني ايه فلاج؟ حط لها العلامه دي تاسك معين، تاسك تحصل، اما ادوس على فلاج او من ايديت، لا من ميل فلاج ميل، من ميل فلاج ميل، يبقى ديت معمول لها ايه فلاج تاسك. بقى انا بعد كده احددها اذا كانت الفلاج ديت التاسك دي انتهت كملت ولا لا. تمام، يبقى شفنا فيو، وكمان عندنا تولز، عندنا التولز ديت بنعمل بها رول، يعني الرسائل ديت اللي احنا بعتناها اتقرأت ولا ما اتقرأتش، وصلت للشخص ولا ما اتوصلتش. من ميل بقدر اعمل نيو ميل زي ما شفنا برضو، يبقى نيو ميل نقدر نعملها بكذا طريقه. اول حاجه كرييت ميل، من فايل نيو ميل، من ميلز نيو ميلز، ومن ميلز هنا في عندي ريبلاي وفورورد، وفورورد الاتاتش بس، ممكن الشخص دوت نعمل له بلوك، ممكن نعمل فلاج زي ما عملنا دلوقتي تمام. طيب ايه تاني عندي هنا؟ ممكن حضرتك تعملها ريد وان ريد، اتفقنا. ممكن بقى هنا نعمل، عندي هنا الدولت فولدرز، ممكن اعمل فولدر جديد. اعمل فولدر جديد ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده في عندي هنا ايه نيو فولدر، هدوس على نيو فولدر وابدا اكتب اسم الفولدر الجديد، اكتب اسم فولدر جديد وليكن مثلا نسميه ديجيتال بلوين، اقول له اوكي. بقى عندي فولدر جديد هنا اسمه ايه؟ ديجيتال امبلوي. الترتيب زي ما قلنا هنا ديفايس، وهنا بالسبجكت يعني فروم اي تو زد تمام، وكده فروم زد تو اي، وبرده فروم زد تو اي او اي تو زد تمام. ممكن نعمل هنا التاني ايه، وممكن نعمل برنت لاي رساله جايه لي. ازاي نعمل برنت؟ افتح الرساله وعندي في الرساله نفسها امر برنت تمام، ام برنت من فايل برنت بريفيو، اتفرجت على الرساله اهي اللي جايه لي تمام، واقدر اعمل لها برنت بريفيو فايل برنت بريفيو او برنت دايركت، يعني هطبعها تمام. طيب نقدر برضو طبعا برنت بريفيو، خلي بالكم منها سؤال، سؤال في الامتحان. يعني مثلا لو انا اخترت الرساله اللي اسمها في الاوت بوكس مثلا الرساله ديت تمام، عايز اعمل لها امر برنت بريفيو، هقف على الرساله ديت فتحتها، ومن فايل برنت بريفيو شفت الرساله، وبعد ما اخلص اقدر اعمل كلوز تمام. دي اسمه ايه؟ برنت بريفيو. ببص على الرساله قبل ما ابعتها، قدرنا نعمل فولدر جديد. نقدر بقى نعمل ايه؟ نقدر هنا نعمل زي ما شفنا كده، عملنا كونتاكت ليست، نقدر نضيف كمان شخص جديد، مجموعه من الاشخاص. يعني مثلا تعال نروح التولز كده، تولز فيها ثلاث حاجات. اول حاجه ميل سيجنتشر، يعني انا لو عايز اعمل ميل سيجنتشر لما اجي ابعت للناس الايميلات اختار الميل ده، فهعمل ميل سيجنتشر. الميل دوت عباره عن تكست تمام، وهكتب هنا وليكن مثلا اسمي خالد علي، وليكن مثلا نقوله مايكرو سوفت تمام، اقول له اوكي. بقى عندي دلوقتي اي رساله جديده هاجي ابعتها تمام، بقى فيها الميل سيجنتشر اللي انت عملته ده تمام. يبقى من تولز هنا اقدر اعمل ميل سيجنتشر، ده بقى توقيع غير اللي احنا كتبناه في الاخر بايدينا ده. احنا عملنا ايه؟ توقيع كده كده، انت بتوقع الرساله، انما ده توقيع جاهز انت عملته اوريدي لكل الرسائل بتاعتك، اي حاجه هيبقى فيها التوقيع بتاعك. طيب
وليه على اليمين نخليه على الشمال عادي. انت لو جيت هنا الميل سيجنتشر اخترت ده كده وخليه انت على اليمين، خليه هو ايه على اليمين، هقف كده قبليه واتحرك كده هو بقى على اليمين اهو. واقول له اوكي. في حاله ان انت تيجي تبعت رساله بقى موجوده على اليمين عندك اهو. طيب اقدر اعمل ايه؟ اوت اوف اوفيس. يعني ايه اوت اوف اوفيس؟ الوقت اللي حضرتك مش هتبقى موجود فيه وهيحصل للناس اوتوماتيك ريبلاي، اي شخص هيبعت لي رساله في الوقت اللي انا مش موجود فيه هيقول له ايه؟ هيقول له انا مش موجود في الرساله والرساله دي هتتعمل لها ريتيرن، او حضرتك ممكن اكتب لك شخص هنا اي رساله هتجيلي من حضرتك او اي رساله هتيجي على الايميل ده هتتبعت على طول للشخص ده، اللي هو هيبقى قائم بالاعمال مكاني في الوقت اللي انا هطلع بيه. يعني مثلا انا دلوقتي هعمل ان انا اوت اوف اوفيس في الوقت من 28 لغايه مثلا 5/5، فمن من من النهارده الواحد ل 5/5 الوقت ده كله اي رساله هتجيلي هتتبعت دايركت للشخص ده، او هيجي لك رساله تاني يترد لك اوتوماتيك ريبلاي يقول لحضرتك ان محمود خالد علي بره الايه المكتب اي ام اوت اوف اوفيس، والرساله دي هتجي لك بتقول لك ان انا بره المكتب في الفتره دي تمام، واقول له سيف، او ادعو شخص تاني هو ده اللي هيرد مكاني، هتجي له رساله ويرد مكاني تمام. دي اسمها ايه؟ اوت اوف اوفيس. في حاجه تانيه اسمها ديسكريبشن ليست او قائمه بريديه، اعمل قائمه جديده. وليكن مثلا انا هعمل قائمه جديده اهي وهكتب القائمه ديت ولتكن مثلا اسمها اوف لاين ماركتنج. ادي الليسته اهي بت موجوده وهضيف فيها اشخاص، وليكن مثلا مارك وكنترول عشان بعيد ريكي واقول له اوكي. بقى عندي دلوقتي اهو القائمه دي فيها كذا. طب افرض جاي لي بقى وبيقول لي ضيف شخص تاني مش موجود في دول، ضيفه على قائمه بريديه، ادوس هنا ديسكريبشن ليست واختار القائمه البريديه اهي فيها اتنين، هقول له اد ضيف مين؟ ضيف ده وليكن كمان مثلا معاهم احمد، هقول له اوكي. فبقى في دلوقتي كام؟ اربعه ضفناهم. لما اجي افتحها تاني هبص عليها كده ديسكريبشن ليست واقول له ماركتنج او اوف لاين فيها دول، انا في حد مش عايزه فيهم اللي هو احمد، هقف عليه واقول له ريموف، اقول له اوكي تمام. يبقى احنا كده قلنا يعني ايه كرييت، ويعني ايه ريبلاي، ويعني ايه ريبلاي تو اول، ويعني ايه ديليت، يعني ايه ريفرش، يعني ايه نضيف شخص او نعمل له ديسكريبشن ليست، يعني ايه نعمل نيو فولدر، ويعني ايه نعمل فايند تمام، ويعني ايه انبوكس واوت بوكس، وارتب الانبوكس ازاي، وازاي اعمل ريبلاي ليهم، كذلك الامر الديليت وارجع الملفات اللي معموله في الديليت ازاي. اخر حاجه عندي هنا الكاليندر تقويم، هدوس كده على التقويم ما مفتوح قدامي تقويم اهو. طيب انت قدامك تقويم عايز اعمل تقويم جديد، اضيف تقويم جديد وليكن بتاريخ النهارده، هدوس كده عليه تاريخ النهارده وابدا اكتب الايه التقويم الجديد. عايز اعمل تقويم جديد كالندر انتري، كالندر انتري ادي ايه الكالندر. التقويم فيه او الكالندر فيه اما appointment يعني موعد او meeting اجتماع، event حدث anniversary او حاجه حدث سنوي، او تذكير reminder. وليكن مثلا انا عايز اعمل event فاختار event كده. ايه الايفنت ده؟ الايفنت ده عباره عن exam، الاكزام دوت هيبقى امتى؟ هيبقى اختار من هنا التاريخ وليكن مثلا يكون يوم 8 مايو تمام؟ هيبقى الساعة دبل كليك على الساعة كده وخليها مثلا 10، دبل كليك على الأرقام وخليها 0، الثواني خليها 0 تمام؟ وبرده هينتهي امتى؟ هينتهي في نفس اليوم اللي احنا اخترناه بس بعديها بثلاث ساعات، يعني مثلا هيبقى الساعة واحدة
مين اللي هيكون موجودين في الايفنت ده؟ دوس هنا واختار الاشخاص لو انت عايز تختار الاشخاص. بس انا عايز اضيف شخص تاني. تمام كده اخترت مارك. اوكي الاثنين موجودين اهم. واقول له سيف. متأكد؟ ايوه تمام. كلوز. هنا بقى عندي بص ادي انفيتيشن انا اللي بعتها باسم اكزام لاشخاص. تمام لما نفتح الكالندر كده هلاقي لو انا عندي تاريخ رحت كده ليوم 8 بص بقى عندي اهو ايفنت. يبقى انا دلوقتي اقدر اعمل في الكالندر ايفنت جديد او احدث بقى. يعني انا مثلا عايز اروح واعمل تحديث هنا اكزام. تمام هقف عليه فتحت لي الاكزام. اللوكيشن نسيت ابعت لهم اللوكيشن فهقف في اللوكيشن كده واكتب المكان مثلا اللي هو مثلا اكتبها كايرو او مثلا رمسيس كايرو الاول. تمام وخلي بالنا من الاسئله دي واقول له سيف. لما اجي افتح الكالندر هلاقي هنا في الاكزام هي الايفنت اسمه اكزام. تمام طيب حاجه كمان الانفيتيشن اللي جات لي ديت ادوس عليها افتحها كده. تمام بيقول لك ايه اكسبت واجنور. يجي في الامتحان يقول لك اكسبت الانفيتيشن اللي جايه يعني فادوس على اكسبت كده. تمام كده انا جاوبت السؤال. ولو بصينا كده هنلاقي اللون الاحمر اتغير الى لون عادي وبقت مقروءه. دي اخر جزئيه في الاونلاين اسينشلز. السلام عليكم ورحمه الله.